أرحب في هذا السياق بضيفتي السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا، ودعينا يعني نبدأ بما سينتهي إليه المجتمعون في أوبك بلس فيما يتعلق بأسعار النفط التي تشير التوقعات على أنها ستبقى على سياستها القائمة، فما هو قولكم؟ أهلا بك. بالفعل يعني التوقعات يعني عم تتغير، وخاصة أنه عم تختلف الآراء حول توجهات أسعار النفط خلال الشهر المقبل لوجود عدد من المتغيرات في هذه الفترة. وكما ذكرت أنه عم نترقب قرار أوبك اليوم المتوقع لا جديد فيه، وزيادة الإنتاج بواقع فقط 400 ألف برميل يوميا. نحن نتحدث عن انخفاض في المخزونات الخام، في حسب إدارة معلومات الطاقة المخزون التجاري عم بيتراجع 4.3 مليون برميل يوميا، إضافة عم نشوف أنه في انتشار فيروس كورونا في الصين، وهذا عم بيسبب إغلاق مدن صينية وأكبر المدن الصينية شنغهاي، اللي عم بالمخاوف من تراجع الطلب العالمي، لأن نحن بنعتبر الصينية من أكبر الدول المستوردة للنفط، وتبلغ تقريبا 12.6 كدول تستهلك النفط. فبالتالي نحن عم فكل الظروف الآن الحالية عم تشير انه في اتجاه صاعد للنفط، لكن مع الظروف الأساسية اذا نظرنا اليها هي السحب من المخزون الاستراتيجي ايضا اللي عم الولايات المتحدة الأمريكية اللي عم بتقوم فيه حسب ما أظهرت التقارير، إنه هذا السحب يبلغ 100 مليون و80 برميل يوميا. هذا رح يأثر أيضا، عم بيسبب انخفاضات في أسعار النفط في الوقت الحالي. بتوقع أنه يكون في تراجعات لأسعار النفط وخاصة على المدى القصير، وخاصة أنه التوترات السياسية بين أوكرانيا وروسيا، يعني إذا نظرنا على المدى البعيد، يعني إذا نظرنا إليها أنه الاتجاهات صاعدة بالنسبة لأسعار النفط، لأن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تنتهي ولم نجد أي مفاوضات دبلوماسية حول هذا الموضوع. فبالتالي يعني تأثير ليس فقط على الإنتاج وإنما على سلاسل الإمدادات. لكن أيضا أوروبا لم تقم بحظر النفط الروسي كالولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو تم حظر النفط الروسي البالغ 5 ملايين فهذا أيضا وتم التحضير لذلك، فهذا سيبقي على أيضا انخفاضات على المدى القصير بالنسبة لأسعار النفط. جيد. لينا دعينا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بتحركات الدولار التي باتت يشوبها الحذر، يعني أحيانا يصعد أمام سلة من العملات يتراجع في اليوم الثاني، اليوم يعني يتراجع أمام اليورو، يرتفع أمام الإسترليني. ما الذي يحكم مسار الورقة الخضراء؟ بالنسبه طبعا لمؤشر الدولار الامريكي، يعني عم نشوف عمليات جني ارباح بعد الارتفاعات اللي وصلها خلال هذا الشهر بارتفاعات 1%، وكان السبب هو رفع اسعار الفائده بواقع 25 نقطه اساس، وتوقعات ايضا انه يقوم الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده ايضا ب 50 نقطه اساس. فالسبب الرئيسي عم نشوفه تراجعات المؤشر الدولار الامريكي، إنه اليورو هو العملة اللي بتشكل الوزن الأكبر في مؤشر الدولار الأمريكي، ونتيجة إنه توقعات البنك المركزي لم تعد فقط إنه بيرفع أسعار فائدة مرة واحدة، فسيكون هناك ربما 4 مرات هذا العام سيقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فائدة لكبح ارتفاع التضخم اللي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في منطقة اليورو. أيضا الين الياباني الذي تسبب خلال الفترة الماضية وانخفاضاته الكبيرة التي تسببت أيضا بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، لكن بعد شوية تقليص من الخسائر نتيجة سياسة البنك الياباني المركزي بسياسته التحفيزية، فهذا ساعد ودعم الين. وهذا يعني فقد مؤشر الدولار الأمريكي نوعا من بعض قوته. عم نشوف أيضا بنوك مركزية أخرى غير الفدرالي الأمريكي رح
رح تقوم برفع أسعار الفائدة وبتجديد السياسة النقدية البنك النيوزيلندي، بنك كندا، بنك إنجلترا المركزي، فكل هذه البنوك سوف تقوم برفع أسعار الفائدة، فهذا أيضا رح يقلل من قوة الدولار. لكن المؤشر الدولار الأمريكي في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد، لو فوق مستويات 95 بالنسبة للنقطة سوف هذا يعني ربما نصل لمستويات 100 نقطة و 102 نقطة بشرط المحافظة على مستويات فوق 95 نقطة لمؤشر الدولار الأمريكي. جيد، يعني على ذكر الدولار دعينا نعرج على الذهب، وأنت تعلم العلاقة الكلاسيكية التاريخية بين الذهب والدولار، وإن كان الذهب قد يعني خرج منها قليلا في إطار هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وشكل ملاذ آمن مؤقت في بعض الأوقات، هل عاد الذهب مرة أخرى إلى حضن الدولار؟ نعم بالفعل، الذهب يعني نحن وصل الذهب إلى 2070 للأونصة خلال فترة، حقق خلال الشهر الماضي 6%، نتحدث عن ارتفاعات خلال الشهر تقريبا للذهب ب1%، لكن برأيي هو يعني تربط الذهب أكيد بالدولار هو العلاقة العكسية العم تربطهما، وأيضا ارتباطه بعوائد سندات الخزانة الأمريكية. فعم نشوف انه كيف عم نشوف انه اسعار الذهب هي اللي بتعتبر دائما اداه تحوط من ارتفاع التضخم، لكن مع البنوك قرار الاحتياطي الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده وتوجهات البنوك المركزيه انه القيام بعدد من الرفعات وخاصه من قبل الفدرالي الامريكي، هذا عم بيخلي انه الذهب بيتراجع، وعم نشوف مستويات تقريبا نتحدث عن 1925 بعد وصولنا لمستويات 2070 استفاد من خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وكيف استفاد من هي الارتفاعات. لكن الذهب يعني إذا استمرت هي التوقعات البنوك المركزية برفع أسعار فائدة، وفعلا تم رفع أسعار فائدة، سوف يؤثر تاريخيا كما حدث في عام 2015 و2018 أنه سبب تراجعات بأسعار الذهب، لكن لم يحقق موجات هابطة قوية إلا إذا ثبت أنه التضخم ما زال موجود والتضخم مرتفع ولم يتم السيطرة على التضخم، وعم نشوف أسعار الغذاء وأسعار الطاقة عم ترتفع بشكل كبير وعم تجعل التضخم، فهون الذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم، وممكن نشوف ارتفاعات لأسعار الذهب، لكن على المدى القصير لا استبعد انه التذبذب والانخفاضات في يعني بالوقت الراهن، وليس يعني وليس الاتجاهات الهابطه نظرا انه ما زالت هناك التوترات السياسيه الروسيه الاوكرانيه، ولم يتم اي حل من هذه المفاوضات، لم ينتج اي مفاوضات او حلول دبلوماسيه حول هذا الموضوع. لينا قنوع محلله الاسواق الماليه في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لوجودك معنا.